طيب ناخد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري، وواحد يعني عامل شغل كبير جدا، وحلقه وهمزه الوصل ما بين الامن وما بين اتحاد الكره المصري، وشغل عالي جدا. سياده اللواء ازي حضرتك، ومنور اللعيب على ام بي سي. كابتن مهيب ازي حضرتك، ودايما كده متالق ان شاء الله، وببارك لك. يمكن اول مره اعمل مداخله معاك. لا دخلت كتير يا سياده اللواء، انت بتنسى. لا في 2019 اه ماشي، اذا كان كده ماشي. وتحياتي للخلوق المحترم اللي انا من الناس اللي انا فعلا بقدرها جدا، الكابتن عماد النحاس. الله يكرمك يا كابتن. عاوز اقول لحضرتك الكابتن عماد لما جه ضرب الشرقيه كنت انا اسعد واحد، لان كان يسعدني ان هو يكون منور الشرقيه كلها. الله يكرمك ستر. عاوز اقول لحضرتك كابتن مهيب، نادي المقاولين بالذات انا من الناس اللي يعني اشد الناس المشجعين للمقاولين، لان بدايتي كضابط شرطه كنت في قسم مدينه نصر، وكان كل تواجدي في خدمات كوره لنادي المقاولين، فبالتالي يمكن محمد بيه عادل عارف كده. فدايما بشجع المقاولين وبتمنى لهم يا رب التوفيق. المقاولين من فرق كبيره، ده كفايه مخرجين صلاح والنني، ومخرجين اجيال يعني زمزم وعبوده وجمال سالم وعبد الرازق وبيل انطو. يا جماعه ده المقاولين حاجه كبيره جدا، يعني تاريخ كابتن. وانا كابتن حمدي نوح عصرتهم الجيل ده كابتن، عصرته وانا ظابط في مدينه نصر، فبالتالي يعني فعلا تمنياتي للكابتن عماد النحاس والنادي المقاولين باحسن المراكز ان شاء الله. سياده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري، تحيه طيبه برجاء اتخاذ اللازم نحو إرجاء مباريات بطولة كأس مصر لكرة القدم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 إلى موعد سيتم تحديده لاحقا بالتنسيق مع سيادتكم، نظرا لانشغال القوات في تأمين البلاد في الوقت الحالي. بص يا كابتن مهيب، عشان يبقى الجواب برضو يعني الناس في انتقادات كتيره لصيغه الجواب للجواب، يعني ازاي ماتشات تتلعب في الدوري وماتشات الكاس ما تتامنش. احنا عندنا وزاره الداخليه وامن مصري مش موجود زيه في العالم كله، عندنا قيادات امنيه على اعلى مستوى، ولولا الامن والقيادات الامنيه لا كنا نظمنا دوري ولا كاس، ولا كنا خدنا تنظيم كاس امم، لان اول حاجه كانت في ملف كاس الامم الامن، والناس كانت تنتقدنا ان ما عندناش جماهير بالنسبه اللي احنا كنا بنتمناها. لكن يا كابتن في المرحله اللي احنا فيها دي كان وجب يبقى في قرار دوله بخصوص الماتشات اللي جايه، ماتش الزمالك والمقاصه وماتش الاهلي وبيراميدز، بعيدا عن التعصب والجماهيريه والانديه. يا كابتن مهيب احنا النهارده عندنا قمه اوروبيه عربيه في شرم الشيخ في 54 رئيس دوله، صعب جدا احنا نتكلم على حدث كبير زي كده وعندنا خلاف الماتش يتلعب ولا ما يتلعبش. القرار ده لاتحاد كوره ولا كان القرار اتحاد كوره؟ اتحاد الكوره خد قراره والكابتن عمر حسين عمل جدوله، ولكن لما يحصل النهارده يجي جواب زي كده لانك لازم تعمل وقفه عشان جماهير الكره في مصر تكون كلمه واحده. داخلين على كاس امم افريقيا، داخلين على تعديلات دستوريه مهمه جدا لصالح الوطن ولصالح مصر. فكابتن مهيب ليس الجواب ان الامن مش قادر يامن ماتشين زي ما الناس بتقول، لا الامن يامن ويدافع ويعمل تامين لكاس عالم في القاهره وفي مصر. لكن هو كابتن لما لقينا الامور او الامن لها الامور بدات تخش في منحدر ان خلاف هيكون بين جماهير الكره في مصر على ماتش يتلعب او ما تلعبش، كان لازم تكون في كلمه نهائيه للامن، وكان لازم وكلمه نهائيه للدوله، لا نقف ومش ماتش اللي هيخلي فيه انقسامات تحصل بالطريقه دي، ويبقى الميديا كلها والمواقع كلها شغاله على خلافات ما بين جماهير كوره عشان ماتش يتلعب او ما تلعبش. لا اتحاد كوره ولا الناديين ولا في حد اتهزم زي ما الناس بتقول ولا في حد انتصر. طيب في الاول وفي الاخر